النهارده بنبدا محاضره جديده بعنوان حاجه اسمها كاردياك اوت بوت بارت 2. المفروض المره اللي فاتت ذاكرتم وسمعتم الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو بارت 1، وعرفنا يعني ايه كاردياك اوت بوت، بعض الديفينيشنز عرفناها، يعني ايه اند دايستوليك فوليوم، يعني ايه اند سيستوليك فوليوم، يعني ايه ستروك فوليوم، يعني ايه كاردياك اوت بوت، يعني ايه ايجكشن فراكشن، يعني ايه كاردياك اندكس. الحاجات دي كلها غايه في الاهميه. وعرفنا بعد كده الافكت اوف اكسرسايز على الكاردياك اوت بوت، وعرفنا الافكت اوف انيميا على الكاردياك اوت بوت. النهارده ان شاء الله بنتكلم في الجزء الثاني من الكاردياك اوت بوت. زي ما متعودين في محاضراتي دايما يا جماعه، ببدا بانترودكتوري كيس، حاله من خلالها ادخل للموضوع اللي انا عايز اعرفه. فالحاله بمنتهى البساطه بتقول لي ايه؟ بتقول لي 59 يير اولد ميل، واحد عنده 59 سنه، ضايب ان اكسبكتدلي مات بايه؟ صوره مفاجاه. وايل رانينج اون اجيمنيزيوم تريدميل، اهو واحد كبير في السن كان راكب على المشايه وقاعد يعمل رياضه عنيفه، ربنا كرمه وحصل له موت مفاجئ، سادن ديث. هي هاد بين براكتسنج ان اكسسيف فيزيكال اكتيفيتي فور اباوت 1 اور، قاعد زي ما يكون كان حد مزعله ولا حاجه وحط همه كله في الاكسرسايز، دنه على الايه؟ على المشايه دي بسرعه شديده لمده ساعه، ودي حاجه مش متعود عليها، دي حاجه فجاه، زي ما يكون واحد عمره ما مشي فجاه مشي 15 كيلو، تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ هينام في البيت، صح ولا ايه؟ لان هيحصل له تمزقات في العضلات ومشاكل لانه مش متعود على المشي اصلا. غير ان سنه ما يسمحش انه يبذل مجهود كبير. طيب. For previous two days he had been exercising beyond the usual. ده مش كان اول يوم بس، ده اليومين اللي فاتوا كمان قبل ما يموت وقبل ما يعمل اكسرسايز في اليوم الثالث كان بيعمل رياضه عنيفه برضه. اكتر من الطبيعي، زي ما يكون كان في مشاكل عنده بيحاول يحط همه في رياضه. The autopsy showed generalized severe vascular congestion of internal organs and tissue. بعد ما مات خدوا عينه اللي هو الدكتور الطب الشرعي، خد عينه من جسمه وبدا يفحص ايه المشكله، وجد generalized congestion فين؟ في الانترنال اورجانز والتيشوز. خد الهارت وزنه، the heart weight was significantly increased with no congenital malformations. خد الهارت وزنه، لقى وزنه ايه؟ كبير، ازيد من الطبيعي، يعني معناها في كاردياك هايبرتروفي، في تضخم في القلب. اثيروسكليروتيك ليجنز اوكلودنج 50 ل 75% اوف كوروناري ارت. شخصوا ان سبب الوفاه وسبب السادن ديث اللي عنده ان كان في عنده اوكلوجن، انسداد في ايه؟ في الكورونرز. تقريبا من 50 ل 75% اوف كوروناري ارترز كانوا اوكلودد. من كتر الكلام اللي بنتكلم فيه عن الايثكس، المفروض ايه الايثكس، المفروض ايه؟ بتقول انا ايه ستة انا فهمتها ايثكس، هي دي ايثكس؟ بقول لها لا، ده فيسيولوجي، اتلاقيها بتقول ايه سكس، ما علينا. المهم، حالة بمنتهى البساطة يا جماعة، نركز مع بعض. زي ما بقول يا جماعة، بربط الكلام اللي بدرسه بأرض الواقع. أرض الواقع إن أنا طالب في كلية الطب عايز أتعلم حاجة طبية، صح ولا لأ؟ مش جاي أرجع أحفظ كلمتين وخلاص. واحد كبير في السن بيعمل رياضة عنيفة أزيد من اللازم النهاردة، وكان من يومين فاتوا فجأة مات موت مفاجئ. عملوا فحوصات بعد الوفاة وجدوا إن كان في تغيرات في جسمه، من ضمنها تضخم في عضلة القلب واحتقان في اجزاء كبيره من الجسم عنده. يعني معنى كده ان الاكسرسايز ده هو اثر على البادي سيستم، صح ولا لا؟ والاكسرسايز زي ما هو مفيد ممكن يكون سبب لوفاه، صح؟ ودايما بقول الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لايه؟ لضدها، صح؟ كلام كويس. اما طلع بقى الاهداف من المحاضره، من الحاله، وفي نهايه المحاضره المفروض ارجع للحاله واشوف فهمت التغيرات اللي حصلت دي حصلت ازاي. بدخل على الليرنينج اوبجكتيفز بتاعتي، الاهداف بتاعتي او الليرنينج اوت كمز بتاعتي. اول هدف عندي اكسبلين كارديو فاسكولار تشينجز اسوشيتد وذ اكسرسايز. المره اللي فاتت انا اتكلمت على الافكت اوف اكسرسايز على الكاردياك اوت بوت، صح ولا لا؟ انا عايز في الجزء الاولاني من محاضره النهارده افهم بقى الاكسرسايز ده بيأثر على البادي سيستمز ازاي؟ بيأثر ازاي على الكارديو فاسكولار سيستم؟
ثم تاني هدف عندي ديسكرايب حاجه اسمها الميكانيكال افشنسي اند اتس فاريشن. طبعا انا بقصد الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت، لان في ميكانيكال افشنسي في المصل وانتوا بتاخدوا نيرف ومصل، يبقى عايز اعرف ايه هي الميكانيكال افشنسي والفاريشن فيها. ثم اخيرا حاجه اسمها كلاريفاي كاردياك ريزيرف اند اتس ميكانيزم. والاهداف دي زي ما بقول دايما يا جماعه، لما يتحط لك اهداف في اول المحاضره اهتم ده، لان اي هدف منهم ممكن اتسال فيه كشورت اي سي كوتشن، او اتسال في اجزاء منه كام اس كيو، لو في العمل ممكن تتسال حاجه اسبي. طيب ابدا باول حاجه عندي الكارديو فاسكولار تشينجز ويز اكسرسايز. يهمني وانا بتكلم دايما بقول الطالب الشاطر يبقى منظم، يشوف بيذاكر ازاي. وانت بتذاكر جزء اعمل لنفسك مايند ماب. مايند ماب يعني ايه؟ خريطه ذهنيه. ابقى منظم، ابقى مرتب. انا عايز اتكلم على الاكسرسايز وعلاقته بالكارديو فاسكولار سيستم، يبقى اول حاجه ادي ديفينيشن للاكسرسايز، يعني ايه اكسرسايز؟ ثم ادرس الكارديو فاسكولار تشينجز اكسرسايز. اول حاجه يعني ايه اكسرسايز؟ ماسكولار اكسرسايز يعني ايه؟ ماسكولار اكسرسايز معناها ان في زياده في الايه؟ في سكيليتال ماسل اكتيفيتي، صح ولا لا؟ اكسرسايز معناها ان انا شغلت عضلات، يبقى انكريز ان سكيليتال ماسل اكتيفيتي ويتش ريكوايرز موديفيكيشنز ان كارديو فاسكولار سيستم تو اكوموديت ذا اكسس ميتابوليك ريكوايرمنتس. طب اتكلم كلام بالعربي، برسم رسمه بسيطه توضح لي الديفينيشن ده. كلمة ماسكولار اكسرسايز معناها في زيادة في السكيليتال ماسل اكتيفيتي، دي مش معترضين عليها. هذه الزيادة في السكيليتال ماسل اكتيفيتي هتعمل لي ايه؟ هتزود لي الميتابوليك نيد اوف ماسكولار تيشو. انا بتحرك، بعمل رياضة، مشيت مسافة طويلة، محتاج طاقة، صح ولا لا؟ هذه الطاقة وهذه الميتابوليك تشينجز هتديني ايه؟ تغيرات في وظائف الجهاز الدوري علشان يلائم التغير ده. يعني انا عايز ايه؟ انا بعمل اكسرسايز، عايز طاقه. الطاقه ديت هتيجي منين؟ من اماكن معينه في الجسم. طيب التغيرات في الاكسرسايز والطاقه اللي انا عايزها عشان توصل للمكان اللي انا بعمل فيه اكسرسايز ده، يعني انا بعمل اكسرسايز مثلا محتاج ايه؟ ان العضله يوصل لها اكسجين، محتاج ان العضله يوصل لها بلاد سبلاي. طيب مين اللي بيشيل الاكسجين؟ طب العضله شغاله هتطلع ويست برودكت، صح ولا لا؟ تطلع ثاني اكسيد الكربون مثلا، تطلع لاكتيك اسيد. الويست برودكت ديت هتتشال بواسطه مين؟ الكارديو فاسكولار سيستم، بواسطه البلد. يبقى بالتالي الماسكولار اكسرسايز معناها في زياده في السكيليتال ماسل اكتيفيتي بتحتاج لشويه تعديلات في الجهاز الدوري الكارديو فاسكولار سيستم علشان يقدر يلائم لي التغير في الكارديو فاسكولار سيستم، واللي هيبقى معاه تغيرات في الميتابوليك فانكشنز اوف ذا بادي. يبقى تاني سكيليتال ماسل اكتيفيتي زادت، هيحصل موديفيكيشن في ايه؟ في الكارديو فاسكولار سيستم علشان تزود لي وتنقل لي تغيرات في الميتابوليك اكتيفيتي. يبقى اقول الديفينيشن تاني كده من غير الرسمه اهي، يبقى انكريز ان سكيليتال ماسل اكتيفيتي، دي معناها اكسرسايز، في زياده في السكيليتال ماسل اكتيفيتي ويتش ريكوايرز، بتحتاج موديفيكيشن ان ذا كارديو فاسكولار سيستم. ليه؟ لازم يبقى في تغيرات في الكارديو فاسكولار سيستم. ليه؟ تو اكوموديت، تو ادابت، عشان تقدر تتاقلم ذا انكريز ميتابوليك نيدز اوف ذا سكيليتال تيشو. واضحه يا جماعه؟ انا بعمل ماسكولار اكسرسايز، بتحرك، بشغل العضله، العضله عشان تشتغل محتاجه طاقه، الطاقه علشان احصل عليها وعلشان اقدر ادي المهمه يبقى انا محتاج جهاز دوري شغال بكفاءه وتغيرات لازم تحصل فيه. الكارديو فاسكولار تشينجز ويز اكسرسايز بتشمل حاجتين محتاجه اتكلم عنهم. بصوا يا جماعه، يبقى الكارديو فاسكولار تشينجز ويز اكسرسايز، نركز يا جماعه، محتاج اتكلم على حاجتين اساسيتين. البادي اكوموديشن تو انكريز ذا ميتابوليك نيد، انا محتاج ايه علشان اعمل اكسرسايز؟ محتاج زياده في الميتابوليزم وتغيراته علشان الائم الوظيفه.
ايه التغيرات اللي تحصل في الكارديو فاسكولار سيستم علشان تلائم الوظيفه، ده محتاج اول حاجه اعرفها. تاني حاجه effects of cardiac on cardiac output and blood pressure، هل الاكسرسايز هياثر على الكارديك اوتبوت؟ ده كلام قلناه المره اللي فاتت وهنعيده بسرعه النهارده. وعلى البلاد بريشر، هل الواحد اللي بيعمل رياضه عمل ماسكولا اكسرسايز وجيت اسمه البلاد بريشر هيختلف عن قبل الرياضه؟ ده اللي محتاج اعرفه. ابدا باول حاجه عندي اللي انا بقول عليها ايه؟ البادي اكوموديشن تو انكريز ذا ميتابوليك نيد. بمنتهى البساطه واحد بيعمل ماسكولار اكسرسايز لوجيكالي ابسط حاجه عايزها محتاج زياده في الاكسجين كونسامشن، استهلاك في الاكسجين. هل هيحصل ميتابوليزم من غير اكسجين؟ لا. يبقى انا محتاج ايه؟ ها الموبايلات ما حدش يلعب في موبايل. محتاج ايه؟ زياده في الاكسجين كونسامشن. طيب الكارديو فاسكولار سيستم، شوفوا بقى ازاي الكارديو فاسكولار سيستم هيحاول يعدل في وظائفه علشان يلاقي هذا الاحتياج. اول حاجه الاكسرسايز بيعمل ايه؟ بيستهلك اكسجين صح، ويطلع لي ثاني اكسيد الكربون، هيعمل لي ستيت اوف هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني ايه؟ نقص الاكسجين ايه سبلاي ازيتيش، ويعمل لي هايبركابنيا يعني زياده في الكربون دايكسايد ريليس ونزيتيش، ويعمل اكيميليشن اوف ميتابوليتس من ايام سنه. وكنا بنقول على سبيل المثال الجلايكوليسيس اللي هتكسر لي الجلوكوز صح الكلام، وهتطلع لي طاقه، بتطلع لي ويست برودكت زي اللاكتيك اسيد، ده ميتابوليت صح. الميتابوليتس دي بتعمل ايه في الكارديو فاسكولار سيستم؟ بتعمل لوكال فازو دايلاتيشن، توسع الايه؟ البلاد فيسل اللي فين؟ اللي هيغذي العضله دي. يعني انت مثلا شغال على العضله دي خلاص، علشان العضله دي تعمل كونتراكشن كويس محتاجه اكسجين وبلاد سبلاي كويس صح. انقباضيه العضله ده هي بتحتاج طاقه، هتستهلك ايه؟ اكسجين، وهتطلع ويست برودكت. الميتابوليت اللي هتطلع دهيت هتعمل دايلاتيشن للبلاد فيسل اللي هيغذي العضله دي. دايلاتيشن يعني ايه؟ يعني الدم يمشي بسرعه فيزيد البلاد فلو اللي رايح للعضله دي. زاد البلاد فلو هيزيد الاكسجين سبلاي صح ولا لا؟ يبقى ده اول حاجه اللي هو تغير، اول تغير يحصل لي في الكارديو فاسكولار سيستم ان هيحصل لوكال فازو دايلاتيشن، وعرفت سببه ايه. طب تاني حاجه خدنا الاوتونوميك نيرفس سيستم يا جماعه، وسمعنا عن السمباثيك نيرفس سيستم والبارا سمباثيك نيرفس سيستم. كنت بقول ان السمباثيك نيرفس سيستم از ذا سيستم اوف فير فايت فلايت اكسرسايز ستريس صح. فما يبقى في اكسرسايز ده نوع من انواع الاستريس، هيعمل لي سمباثيك ستيميليشن. السمباثيك ستيميليشن تعمل ايه علشان تزود البلاد سبلاي للمصل؟ اول حاجه السمباثيك كان بيعمل ايه في الريسبيراتوري ريت؟ واحد السمباثيك بتاعه شغال زياده تلاقي الريسبيراتوري ريت زاد، بقى في هايبر فنتيليشن يعني بياخد هواء اكتر، يعني معناها هيزيد الايه؟ الاكسجين سبلاي للمصل. يبقى ده اول تغير مع السمباثيك ستيميليشن. تاني حاجه ايه رايكم؟ يقول لك انا كنت قاعد اذاكر كويس لا بيا ولا عليا ومركز والامتحان والكويز قرب وانا قاعد يا عيني ايه؟ قاعد اقطع كتب، وحتى الورقه اللي بخلصها من الكتاب بقطعها وارميها عشان اعرف انا واقف لحد فين يعني. المهم قاعد اذاكر لا بيا ولا عليا، والدي او والدتي دخلت يا ابني انت ما اكلتش من اول امبارح، اقعد كل. يا ماما انا مش جعان. هتاكل يعني هتاكل يا ابني يا حبيبي هتاكل يعني انا شبعان. المهم غصبوا عليه وايه؟ وقعدوا يضغطوه كمان، قاعد كل كميه كبيره من الاكل. يقول لك انا اكلت من هنا ما تعرفش انا ايه؟ نمتع الكتاب من هنا. ايه اللي بيحصل؟ ليه لما تاكل وبالذات تتقل في الاكل تلاقي نفسك عايز تنام؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت دلوقتي عمليه الدايجيشن، عمليه الهضم نفسها بتعتبر نوع من انواع الاكسرسايز. بيحصل سمباثيك ستيميليشن بتؤدي الى ايه يا جماعه؟ ان بيحصل فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز في كل الجسم ما عدا الاكتف ماسل. يعني بمعنى انا باكل مثلا الاكل هيتهضم واثناء الايه نزول الاكل وبدايه عمليه الهضم
بيزيد الدم اللي رايح للجي اي تي ويحصل فازو كونستريكشن فين؟ في بقيه اعضاء جسمي. فالدم ما عادش يروح للمخ كتير فتلاقي نفسك عايز تنام. الدم ما يروحش للعضلات كويس تلاقي نفسك مش قادر، مفيش لعيب كوره هينزل يلعب الماتش وهو دببها واكل اكله تقيله ينفع يقدر؟ ما يقدرش، صح ولا لا؟ يبقى السمباثيتك ستيميليشن تاني حاجه هتعملها هي عن طريق ستيميليشن للالفا ادرينرجيك ريسبتورز هيعمل فازو كونستريكشن اوف ان اكتيف ايه؟ اورجن زي الجي اي تي. انت دلوقتي ما اكلتش بس انت قاعد تعمل رياضه، العضله عايزه بلاد، السمباثيتك يعمل ايه؟ فازو كونستريكشن للبلاد سبلاي اللي رايح للجي اي تي جهاز الهضم مثلا على سبيل المثال ان اكتيف تيشن. الجهاز الهضمي خدته الجي اي تي هناخدها، ده بقول عليها حاجه اسمها سبلانكينج سيركوليشن اللي هي السيركوليشن بتاعت الدم اللي ماشي في الجي اي تي دي وان اوف ذا بلاد ريزرفوارز ان ذا بادي اللي بتخزن الدم جوه جسمي. فانا اما اعمل فازو كونستريكشن فيها اكن سفنجه، كلمه بلاد ريزرفوار يعني مخزن للدم، السبليل اللي هو الطحال لو انا ضغطت عليه عامل زي السفنجه هينزل دم ولا ما ينزلش؟ الجهاز الهضمي فيه حاجه اسمها سبلانكينج سيركوليشن بتخزن الدم، لما انا اعمل فازو كونستريكشن بزود الفينس ريتيرن صح؟ وبعمل ايه؟ بزود البلاد سبلاي بقى للاكتيف تيشو. يعني انا عندي عضله اهي وعندي جهاز هضمي، العضله وسعنا الاوعيه الدمويه اللي رايحه لها، والجهاز الهضمي ضيقنا الاوعيه الدمويه، الدم رايح يمشي هيلاقي يما ضيقه ويما واسعه، هيمشي في اليما الايه؟ الواسعه، فيزيد البلاد سبلاي للعضله، هو شايل اكسجين، فيزيد الاكسجينيشن ولا لا؟ يزيد الاكسجينيشن. جهاز الايه؟ السمباثاوي برضك يعمل ايه؟ بقى اول حاجه السمباثاتيك نيرفس سيستم عملها زود له الهارت ريت. تاني حاجه عن طريق الالفا 1 ادرينرجيك ريسبتور عمل فازو كونستريكشن للانكتيف تيشو للبلاد فيسل اللي رايح للانكتيف تيشو، فعمل شيفتنج للبلاد لمين؟ للمصر. تالت حاجه ايه رايكم؟ انا عايز ازود الاكسجين سبلاي، السمباثيتك كان بيعمل ايه في الجهاز التنفسي؟ تلاقي جدك او جدتك مش قادر ياخد نفسه وانت اما تعصبه او تنرفزه تلاقي ما تعرفش الصحه جت فين وكرشه النفس راحت ازاي، تلاقي ما شاء الله النفس بقى كويس ويجري وراك. ايه اللي حصل؟ السمباثيتك ستيميليشن بتعمل برونكو دايلاتيشن. برونكو دايلاتيشن يعني ايه؟ ها؟ توسع البرونكات الاير واي، فالهواء يدخل بكميه اكبر صح؟ الهواء دخل بكميه اكبر يبقى بيتر فنتليشن، بيتر جاز اكستشينج، فالاكسجين اللي يبقى ايه؟ ماشي في الدم يبقى اكتر، يوصل للعضله اكتر. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى عن طريق البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور هيحصل ايه؟ برونكو دايلاتيشن، فيزيد الاكسجين سبلاي للمص. طيب السمباثيتك اما واحد يتعصب ولا يتنرفز يقول لك انا حاسس ان دقات قلبي زياده، صح ولا لا؟ حاسس بالنبض. السمباثيتك على البيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في الهارت تعمل لك ايه؟ بتزود الهارت ريت. ونتيجه زي ما قلت ان حصل فازو كونستريكشن للسبلانكينج سيركوليشن بتاعت الجي اي تي هيزيد الفينس ريتيرن. زاد الفينس ريتيرن يعني هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، يعني هيزيد ها الكونتراكتيليتي نتيجه ستارلينج لو. زادت الكونتراكتيليتي يعني زاد الاستروك فوليوم، وانا عارف ان الكاردياك او الضوء حاصل ضرب مين في مين؟ استروك فوليوم في ارتري. طب ما السمباثيك زود الاثنين، يبقى السمباثيك زود للكاردياك او الضوء. زاد الكاردياك او الضوء يعني زاد الدم اللي خارج من القلب منه هيروح للتيشو، شايل اكسجين زياده، يعني عوض لي احتياج العضله، صح ولا لا؟ يبقى زود الاكسجين سبلاي تو ذا ماسل. مش كده وبس، قالوا ولو ان الحته دي فيها كلام كتير ان في حاجه اسمها سمباثيتك كولينرجيك فايبر، بعض المراجع تقول دي موجوده في الانيمالز مش في اليومن، ان في حاجه اسمها سمباثيتك كولينرجيك فايبرز بلاقي عندي بتطلع لي من السيريبرال كورتكس امبلسز تنزل للهايبوثالاموس، ومن الهايبوثالاموس تنزل للبرين ستيم والسباينال كورد اللي هو الاوريجن ده بتاع السمباثيتك، يطلع لي سمباثيتك كولينرجيك فايبر. يعني ايه سمباثيتك فايبر؟ الكيميكال ترانسميتر فيها استايل كولين، تروح لمين؟ ها؟ للعضلات. فاكرين في الاوتونوميك لو كنتوا خدتوا اوتونوميك وسمباثيتك
حاجه اسمها اوربيلي فينومينون. سمعتوا عنها يا جماعه؟ اوربيلي فينومينون انا قلت ايه، واحد مريض كبير في السن مش قادر يتحرك، عنده ضعف في العضلات، الكلام ده تنرفزه تلاقيه ما شاء الله قال يجري وراك. اللي حصل ايه؟ انت وترته، ستريس سمباثيتك ستيميليشن، فيحصل ايه؟ فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل اللي رايح للسكريتال ماسل، اللي هي اللي انا قلت عليها سمباثيتك كولينرجيك فايبر. زاد البلاد سبلاي للعضله وزاد الاكسجين سبلاي، العضله تشتغل بكفاءه اكتر. هو ما كانش قادر يتحرك، نفصله الدم بزياده والاكسجين بزياده يتحرك بكفاءه اكتر. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى دي بقول عليها ايه؟ سمباثيتك كولينرجيك فايبرز، ديت زودت للبلاد سبلاي اللي رايح للسكريتال ماسل، وبالتالي هيزيد الاكسجين سبلاي للسكريتال ماسل عشان يلائم مين؟ يلائم زياده الايه؟ الاكسجين كونسامشن. يبقى سيمبلي الكلام اللي قلناه ده كله بيتلخص في الكارديو فاسكولار تشينجز مع الماسكولار اكسرسايز. بنشتغل في سكتين، السكه الاولانيه اكيوميليشن اوف ميتابوليتس وهايبوكسيا وهايبركابنيا، ديت تعملي لوكال فازو دايلاتيشن فيزيد البلاد سبلاي للعضله، يزيد الاكسجين ايه سبلاي، وبالتالي يعوض زياده الاكسجين كونسامشن. السكه الثانيه ان الاكسرسايز ده عباره عن سمباثيتك ستيميليشن، تزود لي الهارت ريت وكاردياك اوت بوت، يعني واسمها ستروك فوليوم، زودت لي كاردياك اوت بوت عن طريق بيتا 1 ريسبتور، زودت لي الريسبيراتوري ريت، يبقى يزيد الاكسجين سبلاي للايه؟ للمصل. اشتغلت على البيتا 2 برونكو دايلاتيشن، يزيد الاكسجين سبلاي للمصل. سمباثيتك كولينرجيك فايبر، زودت لي البلاد فلو والبلاد سبلاي للمصل. كل ده النتيجه النهائيه ان هيزيد الاكسجين سبلاي للمصل. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب الهدف اللي بعد كده او الجزئيه اللي بعد كده، ودي المفروض شرحناها المره اللي فاتت، افكت اوف ماسكولار اكسرسايز على الكارديك اوت بوت. بقى ازاي الماسكولار اكسرسايز بيزود الكارديك اوت بوت؟ الكلام اتقال المره اللي فاتت ونعيده، لان التكرار بيعلم مين؟ الشطار. الماسكولار اكسرسايز بيشتغل بكذا طريقه. اول طريقه نمشي سيستماتيك زي ما اتكلمنا حالا في الافكت اوف اكسرسايز على الكارديوفاسكولار سيستم. اول حاجه ان انا عندي في اكيوميليشن اوف ميتابوليت، صح ولا لا؟ نتيجه الاكسرسايز، وفي هايبوكسيا وهايبركابنيا. الاكيوميليشن اوف ميتابوليت والهايبوكسيا والهايبركابنيا بتروح تستثير الكارديوفاسكولار سنترز اللي موجوده في البرين ستيم. حصل استثاره للكارديوفاسكولار سنترز اللي موجوده في البرين ستيم، النتيجه انها يزيد الهارت ريت، نتيجه انها عملت استثاره لحاجه اسمها كاردياك اكسلراتوري سنتر. تاني حاجه هيزيد الكونتراكتيليتي، صح؟ يعني يزيد الاستروك فوليوم. يبقى زاد الهارت ريت والاستروك فوليوم، يبقى زادت الكاردياك اوتبوت عن طريق ايه؟ الميتابوليت اللي عملت ستيميليشن لايه؟ للكاردياك سنترز اللي في البرين ستام. السكه الثانيه ان سمباثيتك ستيميليشن، السمباثيتك ستيميليشن هتعمل زود للهارت ريت، تزود لي الكونتراكتيليتي وبالتالي الاستروك فوليوم، تعمل لي فينو كونستريكشن. واحنا خدنا في المقدمه بتاعت الكارديو فاسكولار سيستم ان الفينز ار كاباسيتانس فيسلز. تعرفين يعني ايه كاباسيتانس فيسل؟ يعني لها القدره، ها اوف هاي كاباسيتي، لها القدره انها تخزن كميه كبيره من الدم وزود ماركت انكريز ان بريشر. يعني على سبيل المثال لو انا حبيت انقل لواحد دم او اخد من واحد دم، اللي هيتبرع بالدم ده هاخد له الدم من ارتري ولا من فين وليه؟ واللي هنقل له الدم هوصل له الدم بالارتري ولا الفين وليه؟ في كلا الحالتين اللي هاخد منه دم، اللي هيتبرع بكيس دم هاخد من الفين، اللي هنقل له الدم هديله في الفين. ليه؟ لان الفين كاباسيتانس فيسل له المقدره انه ياخد كميه دم كتير يخزنها وزود ماركت تشينج ان بلاد بريشر، وبالتالي مخزن لو خدت منه مش هيتاثر، او زي واحد من النوع اللي بيوفر قاعد يشتغل وكل شهر بيصرف ربع المرتب ويعين الثلاث ارباع، بعد 20 سنه بقى معاه مبلغ كبير، وانتوا عارفين المرتبات هنا ما شاء الله، صح؟ المهم
جه بعد ما حوش مبلغ كبير، ايه رايكم؟ صرف منه 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه هيحس بالمشكله؟ لا. لكن واحد مسرف يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. كل اللي يجي له جيبه مخروم، يقول لك انا باخد المرتب من هنا بحطه في جيبي، اجي احط ايدي في جيبي ما بلاقيهوش. ايه رايكم؟ ما اصلا مش مخزن حاجه. هيطلع حاجه مش هيطلع. فالارتري كده، الارتري لو سحبت منه دم تخيله كل ملي ليتر بلاد باخده من الارتري نزل لي البلاد بريشر 1 ملي متر مركب. دي كارثه، صح ولا لا؟ وكل ملي هديه للارتري يزود لي البلاد بريشر 1 ملي متر مركب. يبقى لوجيكالي ما ينفعش اسحب دم عينه كبيره من ارتري ولا انقل له دم كميه كبيره، صح ولا لا؟ كلام كويس. يبقى لما انا اجي على الفين اللي هو مخزن واعصره اعمل له في نو كونستريكشن، يعني هزود الفينس ريتيرن اللي رايح للهارت. زودت الفينس ريتيرن او بقول عليه البريلود او بقول عليه الاند دايستوليك فوليوم، يبقى اكوردنج تو فرانك ستارلينج لو الاقي ايه اللي هو بيقول ايه. خلي بالكوا بتسالوا فيه، فرانك ستارلينج لو بيقول ايه؟ ويزين ليميتس increase in initial length of cardiac muscle fiber ventricular muscle fiber بيزود لي الكونتراكتيليتي او الفورس اوف كونتراكشن. ده بس ايه؟ within limit. لان زي ما بقول دايما الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. وضحت الصوره يا جماعه؟ ده الايفكت اوف اكسرسايز، انه هيزود لي زود لي الايه؟ الاستروك فوليوم. يبقى منطقيا هيزيد الكاردياك اوت بوت. كلام كويس. طيب الاكسرسايز زي ما قلنا بيشتغل على الكاردياك اوت بوت، انه هيشتغل على سكتين اساسيتين في خلاصه كلامي كله. انا عارف ان الكاردياك اوت بوت عباره عن ايه؟ حاصل ضرب ايه في ايه؟ الهارت ريت في الاستروك فوليوم، صح الكلام ولا في اي خلاف؟ طيب الاكسرسايز هيزود لي الهارت ريت. هو الهارت ريت نورمالي كام؟ في يانج ادلت ميل نقول تقريبا 70 75 بيت بير منت، صح؟ قولوا 70 قولوا 75. السيمباثيتك استيميشن او الاكسرسايز ده اللي عمل لي سيمباثيتك استيميشن بتاثيراته ممكن يرفع لي الهارت ريت لكام؟ اب تو كام؟ 150 مللي، يعني تقريبا دبل، صح؟ 150 مللي بيت بير منت. على فكره لازم الارقام والتمييزات تتحفظ. يعني انا لما اقول مثلا هيزود الاستروك فوليوم، هو النورمال استروك فوليوم كام؟ 70 مللي بير بيت. لازم احفظ الرقم والتمييز. الاكسرسايز ممكن يزود لي الاستروك فوليوم مور ذان دبل، ازيد من 160 مللي بير بيت. يبقى بالتالي هيزيد الهارت ريت وهيزيد الاستروك فوليوم، فالنتيجه ان هيزيد الهارت ريت والكسروك فوليوم، يزيد الكاردياك اوت بوت. لو الواحد بيعمل رياضه بسيطه يعني ماشي مثلا ديرنج ووكينج، قالوا ممكن يزيد الكاردياك اوت بوت تقريبا لكام؟ ل 10 لتر بير مينت. هو نورمالي في اليانج ادلت ميل الايه؟ الكاردياك اوت بوت كام؟ 5 لتر بير مينت. طب زادت بقت 10، يعني زياده بمقدار 200%، صح؟ فده لو واحد بيعمل ووكينج بس ماشي بسيط. طب لو واحد رياضي بقى وبيمارس رياضه عنيفه، ان سيفير اكسرسايز ان ويل تريند بيرسون، تخيلوا ممكن الايه الكاردياك اوت بوت تزيد لحد كام؟ 35 لتر بير مينت. وكمان شويه الكلمه اللي بقولها ده ايه؟ هتدخلني في حته الكاردياك ريزيرف. شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. بقول دايما انا بتعلم وعلامي اشوف العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. وفي انفسكم افلا تبصرون. انت ربنا رزقك بايه؟ برئتين، وكل رئه ممكن ياما تلاقي فيها ثلاث فصوص وياما فصين. عندك كليتين، انت ممكن تعيش بكليه واحده. الرئتين ممكن تعيش برئه واحده. ربنا حاطط لك مخزون استراتيجي. ربنا رزقك بعينين، انت ممكن تعيش بعين واحده، صح ولا لا؟ ربنا مديك مخزون. حتى القلب في كاردياك ريزيرف، في مخزون استراتيجي.
ده انا بقول لك ديورنج جاست ووكينج بلاقي ان الكاردياك اوتبوت ممكن تزيد مرتين، بقت كام؟ 10 لتر بير مينت. مع الماكسيمم اكسرسايز مع ويل تريند بيرسون زادت الكاردياك اوتبوت لكام؟ 35 لتر بير مينت. الفرق ما بين جاست نورمال ستيت والماكسيمم اكسرسايز ده مخزون استراتيجي، صح ولا لا؟ انت الكاردياك اوتبوت بتاعتك بتزيد مع الرياضه البسيطه كذا. طب لو انا جيت على نفسي وقرصت وبذلت مجهود زياده قوي قوي هموت؟ لا، ده ربنا هيزود لك لحد ما توصل للطوب كام؟ مديك كام مره مخزون؟ دي نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. يبقى الارقام تتحفظ، يبقى وذ ماكسيم اكسرسايز ان ويل تريند بيرسون ممكن الاقي الكاردياك اوتبوت توصل لكام؟ ل 35 لتر بير مينت. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس قوي. طيب البلاد بريشر، احنا عارفين يعني ايه بلاد بريشر اصلا؟ بيتحسب ازاي؟ البلاد بريشر حاصل ضرب مين في مين؟ الكاردياك او البوت بتتحفظ في التوتال بريفرال ريزيستنس. ها؟ طيب اذا كان الاكسرسايز، اذا كان الاكسرسايز بيزود الكاردياك او البوت، ايه رايكم؟ هيأثر في البلاد بريشر؟ قالوا هيأثر في البلاد بريشر، هيزود البلاد بريشر. بس ايه رايكم؟ واحد يقول لك بقى يا دكتور ايه اللي ارفع ايدي، انا اقول ربنا عامل لنا مخزون استراتيجي في الكاردياك اوت بوت بتوصل مع الماكسيمم اكسرسايز ب 35 لتر بير مينت، يبقى ان شاء الله يا دكتور لو حتى البلاد بريشر بقى 300 على 200 هعيش وابقى كويس، فهيزيد مع الاكسرسايز. ايه رايكم؟ شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. تخيلوا انت لو انا قلت البلاد بريشر حاصل ضرب كاردياك اوت بوت في التوتال بريفرال ريزيستنس، لو تخيلنا ان التوتال بريفرال ريزيستنس بتزيد مع الاكسرسايز، يبقى هي بتزيد والكاردياك اوت بوت بيزيد. البني ادم ممكن مجرد انه بيعمل اكسرسايز بسيط ممكن المخ بتاعه ينفجر، ممكن يحصل نزيف في المخ او نزيف جوه جسمه. ليه؟ لان الضغط هيعلى جدا. لكن ده مش اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الكارديك او البوت اي نعم بتزيد، لكن اللي بيلائم الوظيفه وما يخليش البلاد بريشر يعلى جامد، ها، ان التوتال بريفرال ريزيستنس بتقل. التوتال بريفرال ريزيستنس بتقل ليه؟ لان لوجيكالي الاكسرسايز بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اكيوميليشن اوف ميتابوليتس، صح ولا لا؟ الميتابوليتس اللي اتكونت ده بتعمل ايه في السيستميك سيركوليشن؟ لان المره الجايه المديول الجاي اللي يعيش هتاخده البلمونري سيركوليشن في الريسبيراتوري سيستم، في فرق كامل ما بين هنا وهنا. الهايبوكسيا هنا غير الهايبوكسيا هنا. مع السيستميك سيركوليشن بيعمل فازو دايلاتيشن، وكل شيء عنده بمقدار. في السيستميك سيركوليشن انت بتاخده الكارديو فاسكولار سيستم يحصل فازو دايلاتيشن علشان عايز اوصل دم كتير للمكان ده اهوت علشان اغسل الميتابوليت وادخل اكسجين ونيوتريشن. لكن في اللنج انا مش عايز كده. لو حصل هايبوكسيا انا عايز اعمل كونستريكشن. ليه؟ علشان اخلي الدم يروح فين؟ للمكان اللي فيه هايبوكسيا علشان يعوضها. يحصل شيفت. انسوا حته البلمونري دلوقتي، خليني في السيستميك عشان ما انتهش. اللي عايزكم تعرفوه دلوقتي ان نتيجه الاكيوميليشن اوف ميتابوليتس هيحصل لوكال فازو دايلاتيشن. التوتال بريفرال ريزيستنس تقل. زي ايه بالظبط؟ انا دلوقتي يا جماعه لو الجدار ده هو بتاع القاعه ما فيش فيه بوابه او ما فيش فيه باب، خلاص والحته دي كلها مفتوحه، دي كله مفتوح. في جرس انذار، قال في جرس انذار يعني ان فيه زلزال. قلنا يا جماعه كله يمشي. هو منطقي انا اقول لكم يا جماعه يلا كله ينزل بنظام، لكن للاسف هتلاقوني انا نزلت وصلت لحد تحت اطمنت ان انا بقيت كويس وفي الامام، اتصل بالليدر بتاعكم يا جماعه في زلزال حاولوا تنزلوا وكله مع نفسه. صح هتلاقي اللي نزلت من البلكونه واللي نزل من هنا، لكن منطقيا لو ما فيش المكان ده ودي كلها فاتحه على بعضها اول ما نقول في زلزال هتلاقي الناس كلها هتمشي بسموثنس. ليه؟ لان ما فيش حته ضيقه. صح؟ الناس كل واحد هيمشي قصاد وهينزل. لكن لو قلنا في زلزال والفتحه الضيقه ده كلكم هتبقوا فوق بعض ومحدش هيخرج وكلكم هتحوشوا بعض عن الخروج، صح ولا لا؟ يعني بمعنى اخر كل ما يزيد الديامتر ها كل ما تقل الريزيستنس، صح؟
ان الكون دي كلها مفتوحه هتمشي بمنتهى السهوله واليسر. قل الدايمتر والحته ضيقت تيجي تخرجوا مش هتعرفوا تتحركوا، هيبقى في مقاومه صح؟ يبقى مع الماسكولار اكسرسايز هيلاقي في زياده في الكارديك اوتبوت، اي نعم، لكن في نقص في التوتال بريفرال ريزيستنس. فهلاقي مين اللي يزيد؟ السيستوليك بلاد بريشر. خلاص؟ لان لما اقول ستروك فوليوم يبقى معناها سيستوليك، توتال بريفرال ريزيستنس دايستوليك. افتكروها كده. المهم البلاد بريشر هيعلى؟ قالوا اه ممكن يعلى، بس اللي هيعلى قد ايه؟ اقصاها ها؟ اقصاها لما يعلى قوي دبل، لكن ما يعلاش ايه؟ ما يعلاش يعمل انفجار، صح ولا لا؟ يبقى هيحصل ايه؟ اباوت دبل ذا نورمال فاليو، ممكن يوصل اقصاها مع السيفير اكسرسايز، سيفير ممكن الاثنين اقصاها. ماشي؟ يبقى بالتالي ربنا حاطط لنا بروتكتيف ميكانيزم عندنا. يبقى انا عرفت دلوقتي يا جماعه ازاي الاكسرسايز ياثر على البلاد بريشر. ناخد نفس عميق بقى. حاجه اسمها الميكانيكال افشنسي، الهدف الثاني لنا يهمني دايما زي ما بقول في المايند ماب بحط النقط اللي انا عايز اتكلم عنها. انا عايز اتكلم عن ديفينيشن، المعادله اللي احسبها منها، النورمال فاليو والفاريشن. اول حاجه يعني ايه ميكانيكال افشنسي بتاع الكاردياك ماسل؟ ايه هي كفاءه العضله دي؟ ماشي يا جماعه؟ ركزوا معايا. يعني ايه كفاءة العضلة دي؟ بتاعت القلب. ها خلي بالكم يا جماعة. It is the useful work done، اللي هو الشغل الفعلي اللي معمول، expressed as a percentage of total energy expenditure. يعني ايه؟ أولاً الورك دان هو حاصل ضرب حاجتين في بعض. الكاردياك أوتبوت والمين أرتيريال بريشر. المؤثر الاساسي الكاردياك اوتبوت، واحنا قلنا ايه؟ ان الكاردياك اوتبوت لو في اكسرسايز او حاجه هياثر فيه، صح؟ وده هيفيدني حالا انا بعرف كفاءه الشيء بايه؟ يعني واحد اشترى عربيه، واحد اشترى عجله وعايز يعرف كفاءتها، هيبص على العربيه ويقول ما شاء الله تشيك وسمبتيك وكويسه، ولا هيحاول يمشي بقى عشان يجربها ويحاول يمشي فيها اعلى سرعه؟ وواحد بيجرب عجله مستعمله بالذات يقول لك اخبط فيها في اي حاجه عشان لو فيها الحمل تتكسر وما خدهاش، صح؟ فانت علشان تعرف كفاءه الحاجه الميكانيكال افشنسي بتاعتها لازم تجربها. اجربها ازاي؟ اشوف اليوسف الورك دان مقارنه بايه؟ بالاكسجين يوتيلايزيشن، استخدام الاكسجين اللي انا بقول عليها التوتال انرجي اكسبندتشر. يبقى انا بقول ميكانيكال افشنسي يوسف الورك دان بالنسبة لمين؟ للأكسجين يوتيلايزيشن أو التوتال إنرجي إكسبندتشر، ودي جت المعادلة. إن الميكانيكال إفشنسي بتحسب بإنها برسنتج، يعني القيمة اللي طلعت هضربها في 100، الورك دان اللي بيمثل بالكاردياك أوتبوت في المين أرتيريال بريشر على التوتال إنرجي إكسبندتشر، استهلاكي من الطاقة قد إيه؟ اللي بقول عليه بالأكسجين يوتيلايزيشن، أنا استهلكت أكسجين قد إيه؟ النورمال فاليو تتحفظ زي أسامينا 20%. ماشي؟ النورمالي اليوسفل ورك دان برسنتج ان ريليشن للتوتال انرجي اكسبندتشر او الاكسجين يوتيلايزيشن بالنسبه للكاردياك ماسل 20%، لان لو زادت يبقى في تفسير معين، لو قلت يبقى في مشكله ثانيه. الفاريشن او بقول عليها كلينيكال امبورتنس. يقول لك خلي بالك هذه الميكانيكال افشنسي بتزيد لو زاد الورك. ركزوا، انا بقول عندي بسط ومقام، انا بقول معايا نص جنيه وبقول معايا ربع جنيه، مين الاكبر؟ هل الربع عشان الرقم 4 ده كبير ولا النص؟ النص اكبر. يعني ببص للبسط والمقام، لو البسط هو اللي كبر يبقى القيمه كبرت، لو المقام هو اللي كبر يبقى القيمه قلت. فانا دلوقتي بقول لو اليوسفل ورك دان هو اللي زاد اكتر من الاكسجين يوتيلايزيشن، يقول لك العربيه ديت اكلت بنزين، صح؟ العربيه دي ما شاء الله ما بتاكلش بنزين خالص. مين اللي احسن؟ لو انت معاك فلوس وتقدر تشتري الاثنين دي او دي، هتشتري انهي؟ مين اللي كفاءتها اعلى؟ هل اللي بتحرق بنزين كتير ولا اللي بتحرق كميه قليله؟ اللي بتحرق كميه قليله، صح ولا لا؟ بتعمل شغل كويس وما بتاكلش اكسجين كتير. فنفس الكلام هنا، ما بتاكلش هناك بنزين كتير، لكن انا بتكلم على الاكسجين. يبقى بالتالي لو اليوسفل ورك دان زاد والاكسجين يوتيلايزيشن قل، معناها الميكانيكال افشنسي زادت. كلام كويس؟ كلام كويس. قال لك خلي بالك
لو الورك دان زاد، انا قلت الورك دان سببه زياده في حاجه من اثنين، يا الكاردياك او الفوت يا المين ارتيريال بريشر. لو اليوسف الورك دان زاد نتيجه زياده المين ارتيريال بريشر ايه اللي هيحصل؟ قالوا ان الميكانيكال افشنسي دايما مش هتاثر. ليه؟ قال خلي بالك لو زاد المين ارتيريال بريشر زيادته هتتناسب مع زياده الاكسجين يوتيلايزيشن. مين ارتيريال بريشر يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، علشان يبقى في ستروك فوليوم وفي كاردك اوتبوت الاول يعني ايه؟ فوليوم اوف بلاد بامبد باي اتش فنتركل بير مينت، كميه الدم اللي هتنضخ، يعني القلب هيحاول يضخ الدم اجينست ريزيستنس، صح؟ اما يزيد المين ارتيريال بريشر، يعني على سبيل المثال، ها ارفعي ايدك كده يا بنتي، ارفعها لفوق، زقي ايدي زقي ايدي زقي جامد، شفتوا في مقاومه، هي بتحاول تزق ايديها وانا بقاومها، شكرا. الهارت انا بقول له ضخ، لو الدم اللي هيواجه القلب في الاورطه مثلا المقاومه فيه عاليه، البريشر فيه عالي، يبقى هيواجه المقاومه شديده ولا لا؟ هيواجه المقاومه. كل ما تزيد المقاومه كل ما احتاج ان انا ابذل مجهود زياده، استهلك اكسجين زياده، فكل ما يزيد المين ارتيريال بريشر هيزيد الاكسجين يوتيلايزيشن بنفس النسبه، يبقى النتيجه النهائيه ان ايه؟ يعني على سبيل المثال، ايه رايكم؟ مين الاكبر؟ ها؟ الربع؟ ها؟ ولا التمنين؟ ها؟ الاثنين زي بعض، صح؟ ليه؟ لان انا ضربت فوق في اثنين وتحت في اثنين، الاثنين زادوا بنفس النسبه، وضحت الصوره يا جماعه؟ فنفس الكلام هنا. الميكانيكال افشنسي لو زاد المين ارتيريال بريشر يعني زاد الورك اوف ذا هارت هيزيد قصاده الاكسجين يوتيلايزيشن بنفس النسبه، يبقى النتيجه النهائيه ان الميكانيكال افشنسي هتبقى كونستانت ثابته. طب في حالتين تبقوا عارفينهم بتتسالوا فيهم، في حاجه اسمها اورتيك انكومبتنس او اسمها اورتيك ريجيرج، وحاجه ثانيه اسمها اورتيك ستينوزس. الميكانيكال افشنسي في الحالتين زي بعض؟ قال لك لا، بلاقي الميكانيكال افشنسي بتزيد مع الاورتيك انكومبتنس او ريجيرج. انكومبتنس او ريجيرج معناها ايه؟ ان الصمام الاورتي واسع زياده عن اللزوم فبيفوت الدم، يعني الدم يحصل له اجكشن بسهوله ولكن بيحصل ارتجاع لشويه دم منه للفنتركل تاني، ده اسمه انكومبتنس او ريجيرج. اما الاورتيك ستينوزس لا، الصمام ضيق، يجي الدم ينضخ يلاقي مقاومه، يعني المقاومه فيه زياده. مع الاورتيك انكومبتنس او ريجيرج بلاقي الميكانيكال افشنسي بتزيد لان الاكسجين يوتيلايزيشن بيقل، السكه واسعه بيقدر يضخ الدم بسهوله، غير الايه؟ الاورتيك انكومبتنس في مقاومه شديده بتخلينا استهلك اكسجين بزياده، يبقى الميكانيكال افشنسي ايه؟ تقل. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى وانا بتكلم عن الميكانيكال افشنسي اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن ديفينيشن الايكويشن النورمال فاليو والفاريشن، حطوا بين قوسين كلمه فاريشن دي الكلينيكال امبورتنس اهميتها ايه؟ اخر حاجه لنا النهارده حاجه اسمها كاردياك ريزيرف، المخزون الاستراتيجي في وظائف القلب بقى. يعني ايه كاردياك ريزيرف؟ يهمني ديفينيشن، يهمني النورمال فاليو، يهمني الفاريشن، يهمني الميكانيزم والليميتيشنز بتاعته. مهم قوي من المواضيع المهمه قوي يا جماعه الميكانيكال افشنسي والكاردياك ريزيرف، ممكن يسالوا حتى شورت اي سي كويتشن، ماشي يا جماعه، والافكت اوف اكسرسايز يسال كتير برضه. المهم انا قلت عايز اعرف كفاءه الحاجه، عايز اعرف المخزون الاستراتيجي، يبقى انا اطرح ايه من ايه؟ انت النهارده بقالك 10 شهور بتحوش، بتصرف ربع المرتب وبتعين ثلاث ارباع المرتب، كفاءتك في التحويش ايه او اللي حوشته ايه؟ هتطرح المرتب كله، تطرح منه ايه؟ اللي اتصرف، صح؟ يبقى اللي فضل ده المخزون الاستراتيجي بتاعك، صح؟ فانا لما اقول الكاردياك ريزيرف ايه المخزون الاستراتيجي بتاعي؟ هو عباره عن الديفرنس، الفرق ما بين مين ومين؟ الكاردياك ورك ديورنج ماكسيمم اكسرسايز
والكاردياك ورك ديورنج ريست، وانت قاعد كده لا بيك ولا عليك ولا بتبذل مجهود ولا حاجه، ليك كاردياك ورك، القلب شغال. والكاردياك ورك قلت حاصل ضرب مين في مين؟ الكاردياك اوت بوت في المين ارتيريال بريشر، بيعبر بعض المراجع بتتكلم على الكاردياك ريزيرف انه هو عباره عن الديفرنس بتوين كاردياك اوت بوت ديورنج ماكسيمم اكسرسايز اند كاردياك اوت بوت ديورنج ريست، على اساس ان الكاردياك اوت بوت معبره عن الكاردياك ورك. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب يبقى الفرق ما بين الكاردياك ورك ديورنج ريست والكاردياك ورك ديورنج ماكسيمم اكسرسايز. انا جت العربيه عايز اجرب انها كفء ولا لا، مش صعب سرعه وشفت هتتقلب بيها ولا لا، هتقع بيها في الطريق بتتحرك حركه صعبه ولا لا. انا الف الطبيعي وانا ماشي على الطريق همشي بسرعه العاليه قوي دي؟ لا، بس ده مخزون استراتيجي ليا. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. النورمال فاليو اكسبريسد از برسنتج اوف نورمال. النورمال ايه؟ النورمال يانج ادلت بلاقيها تقريبا من 300 ل 400%. يعني انا لو قلت مثلا الكاردياك وورك كان وليكن 2 خلاص، جيت اشوف الكاردياك الريزيرف هنا لقيت في ديورنج ريست ريزيرف بقى كام؟ 8، يبقى معناها 400%، يبقى از برسنتج اوف نورمال. يبقى تاني لو جيت افرق ما بين الماكسيمم والديورنج ريست في شخص نورمال، يعني انا قلت مثلا الشخص النورمال ده اهو وليكن الكاردياك وورك بتاعه كان 2 واحدة، لو عمل ماكسيمم اكسرسايز بقى 8 خلاص، يبقى الفرق بينهم قد ايه؟ 8 ناقص 2 6، اضرب في 100 يبقى 600% برسنتج اوف نورمال. طيب في الشخص الرياضي الاثليتس او ويل تريند بيرسون بلاقي الكاردياك ريزيرف تقريبا من 500 ل 700%، مع الماكسيمم اكسرسايز بيحصل ايه؟ ومع الريست في هذا الشخص يحصل ايه؟ واجيب البرسنتج اوف نورمال. فاريشن في الشخص متوقع، الشخص الاولد ايج هل هلاقي كفاءته زي واحد يانج ادلت؟ طبعا لا. في الشخص الايه؟ الاثينيك ضعيف، في الالدرلي ممكن الاقي الكاردياك ريزيرف، انا قلت نورمال من 300 ل 400%، لا الشخص الاولد ايج او الاثينيك ممكن تقل تبقى 200%. طب واحد عنده هارت فيلير ما عندوش ريزيرف خالص، القلب اصلا مش شغال بكفاءه، بلاقي الكاردياك ريزيرف عنده صفر. طب ازاي بتزيد الكاردياك ريزيرف او ايه الميكانيزم بتاع الكاردياك ريزيرف؟ تعرف الايه الميكانيزم والليميتيشن بتاع كل واحد، ايه اللي بيحددها؟ فاكرين من شويه قلت لكم ان بعض المراجع بتحدد الكاردياك ريزيرف بالكاردياك اوت بوت؟ اهي تفتكرها من هنا بقى، ان الكاردياك اوت بوت حصل ضرب مين في مين؟ استروك فوليوم في هارت ريت. فانا الاقي اول ميكانيزم بلاقي الهارت ريت بيزيد مع الماكسيمم اكسرسايز ممكن 3 اضعاف، الاقي الاستروك فوليوم ممكن يزيد 3 اضعاف مع الكرونيك اكسرسايز. واحد رياضي بقى بيمارس رياضه عنيفه او واحد عنده ضغط مزمن، تلاقي الكاردياك ماسل هايبرتروفايد، اللي بيربى عضلات ده ايه؟ ده بيشيل حديد لمسافه لمده طويله. بس كل واحده من دي في حاجه بتحددها بتعمل لها ليميتيشن. الهارت ريت زي ما بقول حاجه بتزيد عن الحد تتقلب للضد، ماركت انكريز ان هارت ريت زي ما عرفنا المره اللي فاتت بيقلل لي الكاردياك اوت بوت. ليه؟ لانه هيقلل الدايستوليك تايم. طيب الاستروك فوليوم هل هيبان يزيد لي من النهايه؟ لا، ده انا عارف فرانك ستارلينج لو قال لي ايه؟ قال لي ان ويزيد ليميت لو زاد الانيشال لينس هيزيد الكونتراكتيليتي ويزيد الاستروك فوليوم. طب الفينس ريتيرن زاد بكميه مهوله، يبقى الانيشال لينس زاد قوي، يبقى بدل ما تزيد الكونتراكتيليتي تقل، يبقى بدل ما زادت قلت. طب الهايبرتروفي ايه المشكله؟ ان واحد يقول لك عنده تضخم شديد في عضله القلب وده تضخم مرضي ماهوش فيسيولوجي مش طبيعي، ايه الكارثه؟ ايه المشكله؟ المشكله ان الايه؟ التضخم في عضله القلب لا يقابله زياده في الكابيلاريز اللي هتغذي هذه العضله، فالعضله بتزيد والدخل ثابت. واحد دخله 100 جنيه كان عنده عيل واحد مثلا، فربنا كان كرمه وفي كل حاجه ربنا اللي بيكرم ربنا اللي بيرزق، بقى معاه 20 عيل وهو دخله بقى 150 بس، الدنيا تبقى ماشيه معاه ازاي؟ طبعا ارزاق بيد الله، بس انا بديك مثال قريب. طيب يبقى انا عرفت وانا بتكلم في الكاردياك ريزيرف ديفينيشن نورمال فاليو فاريشن ميكانيزم، يبقى انا كده النهارده غطيت الاهداف. بشوف انا قلت كلامي صح ولا عديت حاجه وضحكت عليكم؟
السمري بتاع، هل انا اتكلمت على كارديو فاسكولار شينجز ويز اكسرسايز؟ اتكلمنا عنها. هل اتكلمت على الميكانيكال افشنسي اند اكس فاريشن؟ اتكلمت عنها. اتكلمت على الكاردياك ريزيرف اند اكس ميكانيزم؟ اتكلمنا عنها. وزي ما بقول دايما يا جماعه، لازم اجرب نفسي احل اسئله بعد المحاضره اشوف انا فهمت ولا لا. ناخد اول سؤال عندي. A 22 year old female practiced a mild exercise training. Which one of the following is decreased during this exercise؟ اتوقع ايه اللي يقل؟ هنقول الاجابه بسرعه عشان معاك وقت عشان عندي محاضره بعدكم. اللي هيقل البلاد فلو تو ستومك، لان ده انكتيف اورجن. يبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد كده، A 27 year old man، واحد عنده 27 سنه، worked for 25 دقيقه. شايفين العنجريزي؟ Which one of the following is expected to be decreased in this man؟ ايه اللي يقل؟ طبعا رقم ايه؟ البريفرال ريزيستنس. ليه؟ لان هيحصل فازو دايلاتيشن فتقل الريزيستنس، يبقى الاجابه ايه؟ السؤال اللي بعد كده، A 52 year old male performed a mild exercise training. He noticed that his breathing is improved with exercise. يقول لك البرونكو دايلاتيشن that improved breathing in this case is due to stimulation of which receptors؟ يبقى البيتا 2 ادرينال ريسبتورز اللي هي رقم دي. السؤال اللي بعد كده، A 23 year old woman performed a moderate exercise training. Which one of the following values represent stroke volume during this exercise training؟ التفات عملت اكسرسايز، اتوقع ان الستروك فوليوم تزيد، فهلاقيها رقم دي 140 زايده، متوقع انها زياده. Which one of the following values represent the normal mechanical efficiency طبعا بتاعت الهارت؟ كام؟ 20% اللي هي رقم بي. السؤال بعد كده، which one of the following values represent the cardiac reserve in heart failure؟ رقم ايه؟ زيرو. ادي الانسر كي بتاعتنا يا جماعه، وادي الحاله بقت سهله جدا. في الاوتوبسي بتاع الشخص هو مات، وضح ان عنده في كونجيشن في البلاد فيسل نتيجه الدايلاتيشنز اللي كانت بتبقى موجوده، وضح ان عنده كاردياك هايبرتروفي، لان عنده كان بيبذل مجهود زياده لفترات طويله، فعضله القلب تضخمت فزاد الوزن بتاعه، ونتيجه انه اثيروسكليروتيك حصل ايه؟ حاجه زي ثرومبس او جلطه سدت السكه للقلب، فربنا كرمه ومات. وادي الريفرنسز بتاعتنا، ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله يا جماعه.